حكم الدين في تخصيص آيات من القرآن بعدد معين في وقت معين كذكر أو كورد. مثل لما تقول. يعني يقول مثلا بعد صلاة العشاء كل آية النور مثلا 21 مرة. آية إيه؟ آية النور مثلا 21 مرة، آية الكرسي 71 مرة. في وقت معين بعد العشاء مثلا. سؤالي لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم كان يفعل ذلك؟ لا أظن ولا سمعت به ولا أعلم حضرتك. ما عرفت أن الرسول يصنع ذلك؟ وهل هدي الرسول أفضل ولا هذا الهدي أفضل؟ هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسلمك. لا، ليس هناك دليل على هذا الكلام طبعا.